السلام عليكم. في الفيديو ده هتكلم عن موضوع مهم جدا بيخص نظام الووتر سبلاي داخل المباني. الموضوع اللي هو بيتكلم فيه هنتكلم فيه عن الووتر ميترز والبارك بوكسز اللي موجود فيها الووتر ميترز. الشرح منين؟ الشرح من ريفرنس اللي هو الانجينير بلامينج ديزاين جايد شابتر 15 اللي هو ووتر سيستم كومبوننتس. بيتكلم عن زي ما قلنا عن الووتر ميترز. طيب الووتر ميتر وظيفته ايه؟ وظيفته ان انا ديتكت استهلاك الووتر داخل اي منشأة، سواء كانت منشأة سكنية صناعية او تجارية. الووتر ميتر لما بيتركب على البايبنج زي ما قلنا بيبقى في منه نوعين، يا اما يبقى وول ماونتد ظاهر اكسبوزد لاي حد يقدر ان هو يديتكت القراية بتاعة الووتر ميتر ده، يبقى بنقول ان هو above ground، او ممكن ان هو يبقى under ground، ولو هيتركب under ground يبقى لازم هيتحط جوه valve box او غرفة محابس. غرفة المحابس دي ممكن تكون داخلية جوه المبنى او على سطح المبنى لو في خزانات على السطح. وبيبقى ليه الووتر ميتر بيتركب ليه شوية اكسسوارز زي ايه مشروح في الفيجر ده. لو ده افترضنا ان ده الووتر سبلاي لاين اللي جاي من الووتر مين او الشبكه الرئيسيه، بيتركب عليه كنترول فالف. الكنترول فالف ده يبقى رايح على البايبنج، وبيبقى فيه تو كونكشن. كونكشن باي باس لو انا مش عايز الووتر تعدي على الووتر ميتر، وبتبقى ليها زي محابس عزل، ده كده باي باس. بعد كده بنلاقي الاسمبلي للووتر ميتر. الووتر ميتر قبليه ايزوليشن فالف كنترول انلت فالف جيت فالف عادي. بعد كده في تيست اند فالف، دي اللي هي ممكن بنقول عليها وصلة اختبار، او بتبقى واصلة للفك وتركيب العداد. بعد كده في التشيك فالف، بعد كده في جيت فالف. ولو انا عامل الباي باس بحط تشيك فالف تاني، يبقى تشيك فالف الزيادة ده لو انا عامل باي باس. لو انا مش عامل باي باس، وده في الغالب في التطبيقات السكنية والتطبيقات العادية مش محتاج باي باس. هو الباي باس لو انا ضغط الووتر جاي من الشبكه كافي، وفي نفس الوقت ممكن اكون مثلا العداد في صيانه او بيتعمل له صيانه في وقت معين، مقفول، شركه مثلا الشركه سحباه لاسباب معينه، فممكن تبقى بتشتغل على الباي باس كونكشن دي لحد ما العطل او المسؤول عن تركيب العداد يجي يركبه في مكانه. يبقى قلنا فيه قبليه ايزوليشن جيت فالف، وبعديه تشيك فالف وجيت فالف، ووصلت لتيست اند تيست تي اند فالف، او ممكن نقول عليها وصلت فك وتركيب. طب انواع الووتر ميترز ايه؟ في 3 انواع معروفين ومشهورين جدا. في اول نوع اللي هو في ديسبليسمنت ميترز، وفي الكرنت ميترز، وفي البروبورشنال ميترز. طيب الديسبليسمنت ميترز دي هنقول كده، لو هنشوف مين اللي هم الاكثر استخدام والاكثر شيوعا، في اللي هم الديسبليسمنت ميترز دي في الفلو ريتس القليله والدوميستيك ابلكيشن زي الريزدنشال، حاجات الفلو ريت فيها قليل او في الرينج الطبيعي يعني، ومعدل فقد في الضغط مش عالي على الووتر ميتر. طب النوعين التانيين الكرنت اللي هو ممكن يبقى بيسموه تيرباين او فنتوري تايب ميتر، والبروبورشنال ميترز برضه نفس يعتبر هي والكرنت ميتر نفس فكره العمل. الاثنين بيستخدموا للفلو ريتس العاليه والبريشرز العاليه اللي عاده هنلاقيها فين؟ هنلاقيها في الاندستريال ابلكيشنز. ممكن نلاقي مثلا نلاقيها في الفاير ابلكيشن، فاير بامب روم. نوع الووتر ميتر اللي بيتركب على تيست لاين جوه الفاير بامب روم بيبقى من نوع الكرنت ميتر او الفينشوري تايب ميتر. ممكن نلاقيها على البويلرز اللي فيه ووتر، لاح البويلرز نتيجة ضغوط الووتر دي بتبقى عالية والفلو ريتس اللي فيها بتبقى عالية، بيستخدموا البروبورشنال أو الكرنت ميترز. طيب الديسبليسمنت ميتر ممكن نشوف فكرة عمله كده، الفيديو بيوضح.
الصوت المفروض ان الصوت شغال، دي كده فكره الديسك ميتر، او بيسموه ديسك او ديسبليسمنت ميتر. ده شكله زي ما احنا شايفين ابلكيشنز عاديه خالص. الووتر بتخش على غرفه، جوه الغرفه دي في غرفه تانية صغيره جواها موجوده بي ستريم، والميه طبعا بتعدي وتخرج للابلكيشن بتاعها عادي خالص. طب ايه اللي بيحصل جوه الغرفه دي؟ ده اللي احنا هنشوفه اهو. بيبقى فيه زي ديسك كده، الديسك ده بيريفولف على جايد معين، كل ما كمية المية بتزيد هنلاقي إن السرعة الترددية دي، أو بيسموها إيه؟ روتيتنج موشن، سرعة زي في شكل إليبتيكال كده، هنلاقيها بتبقى أزيد. وفي نفس الوقت في هنا كونكشن مع سبيندل، السبيندل ده كل ما الديسك ده هيدور بسرعة أعلى هنلاقي السبيندل ده بيدور بسرعة أعلى، وبيبدأ عن طريق الروتيشنال موشن دي ينقله لحاجة اسمها ماجنتيك، يعني الحاجة اللي هي اللي هتاخد بقى القراية. ممكن بتبقى لو هو سمارت ووتر ميتر أو عداد شغال بتقنية إن هو متوصل على نظام البي ام اس سيستم، هنلاقيه إن هو قرأ القراية بتاعت استهلاك المية أو الكونسومشن بتاع المية. والجدول ده في الشابتر ده برضه اللي هو ديسبليسمنت ميترز بيوضح لك مقاس كل عداد على حسب الفلوريت. يعني لو انا شغال على مبنى استهلاك الفلوريت بتاعه ده 50 جي بي ام، يبقى بجيب ووتر ميتر 1 بوصه وببقى عارف البريشر دروب عليه. طبعا البريشر دروب الافضل ما اخدش من تيبل زي ده، انا اخده من المصنع اللي هيركب لي العداد، عداد من نوع واتس مثلا، وجيت ركبته وخلاص البريشر دروب عليه بالرقم كذا، يبقى خلاص العداد ده هو اللي هيركب والبريشر دروب اللي عليه المناسب. فده كده أول نوع، الكرنت زي ما قلنا في الديمانس العالية، والبريشر دروبس البريشر العالي زي ما بنقول. في نوع اللي هو التربين ميتر أو الفنشوري تايب ميتر، وبرضه ليهم فيديوز ممكن نقدر نخش على اليوتيوب نشوفها. في البروبورشنال ميترز نفس الكلام. في نوع بقى رابع، ده ممكن في الحاجات بقى اللي هي يعني لو أنا عايز حاجة اكيوريت قوي بنستخدم كومباوند ميترز. كومباوند ميترز ده بتجمع ما بين الديسبليسمنت ميتر والتربين ميتر او الكرنت ميترز. في حاله الفلو ريتس القليله بستخدم الديسبليسمنت، بيبقى فيه باي باس كونكشن زي اللي احنا شفناها، الباي باس كونكشن بيبقى عليها ووتر ميتر تاني، واحد يديتكت الفلو ريتس القليله وواحد هيديتكت الفلو ريتس العاليه. بعد كده في بعض الملاحظات على الميتر، بيقول لك هنا ان الميتر ما ينفعش يكون مقاسه اكبر من البايب سبلاي. ممكن ينفع يبقى اقل، لو هو بيستحمل الفلوريت اللي هيعدي عليه. يعني ممكن اكون جايب من الماسوره، او بالمناسبه الديسبليسمنت ميترز اقصى مقاس ماسوره ممكن يتركب عليها 6 بوصه، لكن الكرنت والبروبورشنال ممكن بنوصل ل 20 بوصه، نجيب عداد يكبر يركب على ماسوره 20 بوصه اهو. available in sizing ranging from 2 inches من 50 مللي لحد 20 بوصة، فده رقم كبير جدا. فنرجع للمعلومة اللي بقول عليها، ممكن يكون مقاس الماسورة مثلا 8 بوصة، بس الفلو ريت الفعلي اللي هيمشي جوه الماسورة دي لو أنا حاسب الأبلكيشن بتاعي أكيوريت ومظبوط، يبقى الفلو ريت اللي هيمشي فيها مقداره قليل، وساعتها ممكن يبقى مقاس العداد أجيب عداد مقاسه صغير طالما الفلو ريت هو اللي حاكمني، هو اللي حاكمني في مقاس العداد. وساعتها بعمل ريديوسر من مقاس الماسوره الكبير لمقاس الفلينلت فلانش للعداد، يعني الماسوره دي اكبر، بعمل ريديوسر عشان اركب على الفلانج الخاص بالووتر ميتر ده. فما ينفعش يبقى اكبر، بس ينفع يبقى اصغر. الديسك ميتر اللي هو الديسبليسمنت ميتر ده ما ينفعش اقربه من اي مينيمم ديستنس ما بينه وبين اي كونكشن تانيه، فالف اللي هو اللي هي دي كده ما ينفعش تقل عن 3 فيت اللي هي حوالي متر، دي متر من هنا ومتر من هنا، ما ينفعش تقل عن الرقم ده. لكن الكرنت والكومباوند should be set with a straight section of pipe at least 8 مرات ال diameter of the size of the meter، يبقى 8 مرات المسافة ما بين الاتنين. ما ينفعش أحط العداد
مسافة أقل من 3 فيت من البيلدنج وول at the point of entry of the service pipe. وده شكل ليه لغرفة المحابس. طبعا غرفة المحابس لو أنا حطيتها تحت الأرض هيبقى ليها كاست أير كفر فريم، لو في عربيات بتعدي على الفالف ده نقدر إن هي تتحمل اللود. دي سيكنس ودي سيكنس وولز بتاعت الفالف بوكس. الانترنال دايمنشن الصراحة هي دي على حسب مقاس البايب، يعني زي ما قلنا احنا لازم نسيب 30 سم من الايزوليشن فالف من هنا، وفي 30 3 فيت اسف اللي هي متر او 90 سم، يعني الفيت في 30 سم يعني حوالي 0.3 متر. فلما اقول 3 فيت يبقى انا لازم متر ما بين اي جيت فالف وما بين الكونكشنز اللي بعد. فهنلاقي ان الانترنال دايمنشنز دي هتبقى على حسب ايه؟ الكومباوندز دي اللي هي على حسب المقاس الماسوري، يعني لازم تترسم اكيوريت وتتشاف مقاسها هيبقى كام بالظبط. اهي دي وصلت، في هنا وصلات فك وتركيب عشان اقدر افك الميتر اعزله عن الماسوره اللي جايه من الشبكه. مجرد ما هفك الوصله دي عن طريق رينش او اي حاجه معايا بقدر افك بيها، يبقى انا فصلت الكونكشن للمبنى بالعداد عن الكونكشن اللي جايه من النتورك بقى. ده كده كان ملخص سريع للووتر ميترز وانواعها وازاي بنركبها جوه الفالو بوكس او جوه المباني بتاعتك. شكرا جدا.